ورجعنا لكم مرة تانية يا جماعة في الحلقة بتاعتنا أو في الرابع الفصل الرابع بتاعنا الأخير. شفنا طبعا أبانوب المايسترو بتاعنا النهاردة والأكلات اللي هو عملها. عمل الطبق التاني اللي هو بالفراخ وبالسجق ودخل الفرن وطلع دلوقتي، وهنشوف كريم هيقول لنا طعمه إيه. والمكرونة كمان، والمكرونة طبعا الحمراء هي النتيجة بتاعتها. انا هدوق اهي المكرونة. ايوة. قلنا كده. الاحمر واللحمة المفرومة. وناخد حتة من هنا. انا شخصيا عندي فضول اعرف المكرونة برابو. الحمراء ايه. برابو. حلو. زي الفل. حلو. وطعم البشاميل طالع طعم البشاميل. صح. يعني بشاميل صح. والشكل برابو. حلو. يعني برابو. الطفل يحب ياكلها. طبعا. عشان اللون كمان. طيب انا الفراخ طبعا سخنة نار. ممكن يعني انا ممكن اكل حته من السجق وهدوق عشان نعرف بس الصوص ايه يعني بالظبط. نعمل كده اهو. طالع عامل ازاي كده. ناخد حته من السجق. ناخد حته من الناحيه دي. ايوه. علشان قلنا تنفع للاطفال يعني. برنس جميل تحفه. تسلم ايدك يا بابا. وهنبدأ بقى الفصل بتاعنا الجميل مع الجميلة نرمين. هتعمل لنا طبق. ايه هو بقى الطبق؟ قول لنا كده المقادير والحاجات بتاعته ايه. احنا هنعمل كالاماري. أيوة. بالصوص التفاح. هندخله برضو صنف خضار. هندخل خرشوف وهندخل التفاح معاه. والصوص تفاح نفسه جاهز انا عاملاه قبل الحلقه. أيوة. عباره عن تفاحتين. انا اخترت تفاح اخضر عشان ما يبقاش فيه حلاوه، عشان ما يبقاش فيه سكر كتير. السكر عالي بالظبط. بنقطعه بنقشره بنقطعه وبنديه نحطه على النار مع ربع كوبايه ميه ونص معلقه قرفه وليمون او خل تفاح. هنبدا اللي هو ده كده برضو بالظبط. اوكي. هو كل ما يغمقه كمان القرفه. طبعا طبعا لازم ياخد لون القرفه، لازم تدي له لون. بالظبط. انا هحط شويه زيت زيتون. طب احنا هنحتاج بيتهيألي دي. ايوه دي هنقطعها علشان برضو. احنا هندخل برضو في الطبق مكعبات التفاح معانا. مكعبات هتقطع. مكعبات. تمام. هنستنى بس ده يسخن. قولي لي وانا عايزه البصل الاخضر. البصل الاخضر والثوم. اوكي اهو. وعندنا الكالماري متقطع الحلقات بتاعته العاديه، والخرشوف اللي هو فروزن فاوريدي بيبقى مسلوق شويه، والصوص، وعندي كمان ليمون مخلل بيبقى واخد نص سرقه كده. الحاجات الفروزن. الحاجات الفروزن بالظبط. حط كده. أبانوب برضو معلش يا جماعه عايز اكرر، يعني اولا أبانوب جالنا من مسافه بعيده علشان يكون معانا النهارده، وميرسي ان انت خدت وقت عشان عارف عندك مذاكره، وميرسي على الاطباق الجميله اللي انت عملتها. و تاني بنوه يا جماعه اللي عنده موهبه واللي عايز يجي يقعد معانا قعده حلوه في برنامج استباحه، مش مطلوب منك اي حاجه او مطلوب منك اي حاجه، ابعت لنا بس على الفيسبوك، سواء فيسبوك استباحه او فيسبوك قناه ست البيت، الاثنين هيوصلوا لنا. الطريقه الاسرع للتواصل هي طبعا صفحه استباحه، ولكن قناه ست البيت برضو الصفحه بتاعتها بتروح على صفحه استباحه كده كده. مش كده ولا ايه نرمين؟ طبعا. احنا بنحب التواصل ده. يعني بيسعدنا جدا، وبيسعدنا كمان اقتراحاتكم جدا معانا. اي موضوع عايزين تتناقشوا فيه في الصباحه، اي افكار جديده ممكن تقترحوها علينا، ارائكم في اللي احنا بنقدمه ده حاجات صدقوني بتهمنا عشان كل ماده نقدم لكم احسن ما عندنا. انا حطيت البصل الاخضر والثوم. هنزل بقى بالكالماري دلوقتي كده. ده كالماري فريش ولا فروزن برضه يا نرمين؟ لا ده فريش، بس المهم ان احنا طبعا نغسله كويس قوي ونحط له خل او ليمون. تمام كده. اوكي. مش عايز ادوس. مش عايز ادوس. كل مره تقولي هي جت على الحبه دول، هي جت على الحبه دول. واقف لك يا عم. انا هقلب كده. هشوف بعد كده. تمام. صح برضو. ايوه. أبانوب بتعمل اكلات سمك؟ بتعمل ايه في السمك؟ مثلا ممكن اعمله بصوص. لا مش عايز اقف انا. ممكن تعمله بصوص ايه سوري؟ زبده وكريمه. ده بتاع اي سمك ولا سمك معين؟ سمك الفيليه. الفيليه. سيب واحد. معلش احنا بنقطع. سمك الفيليه بالرز. الراجل قد ايه؟ معلش انا معلش. انا مش هجيبكم معايا في البرنامج تاني. هوقفكم تاني مع بعض. تعمل ايه بقى بالسمك يا أبانوب؟
بعمل له صوص اللي هو الزبده والليمون والكريمه. الله. ونوع ايه بقى السمك اللي بتختاره؟ نفس الفليه اللي سالته له بالظبط السؤالين. الواضح ان انت كنت انا في الطبق كنت مركزه في الحته دي. بقول لك يا عم سيبك من العالم دي، خلينا ناكل. ممكن التفاح؟ ايوه. اللي هو الكريمه ولا لا التفاح ده؟ التفاح نفسه. المكعبات؟ كله؟ بالظبط كده. بص هو الطبق لونه كله ايه اخد من بعضه على فستاش كده بالظبط. مخضر كده. فستقي. فستقي. طيب انا هضيف للطبق علشان ندي بقى، هنضيف الخل التفاح، نص كوبايه خل تفاح. كلها دي؟ وهنضيف صوص التفاح برضو اللي احنا مجهزينه وعاملينه، نص كوبايه. اجيب لك معلقه. كلهم يعني يا ارمين؟ لا ممكن لا نص كوبايه يعني، هناخد ادي معلقه والثانيه كفايه. اوكي تمام. مفيش لا مفيش حته بطل. طب انا عايز اقول حاجه، ممكن اقطعك في سنه عندي. عندي بس عايز اخد الكاميرا 20 ثانيه. انا خدت حته من الفراخ بتاع اللي عملها دانوب وقطعتها. عايز بصوا يا جماعه الفراخ اهي باينه، شوفوا قد ايه جوسي من جوه. يعني فعلا سواها اتلسعت الاول من بره اهو، فادي اللون احنا شايفينه، اخدت اللسعه بتاعتها في الطاسه، وبعدين علشان لسه في رطوبه او لسه في سائل في 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 البيز بتاع الكاسرولا او بتاع السيرفنج ديش، طلعت الفراخ مويست تدوب في البق وتنزل من على العظم كده، تتسلت من على العظم. برافو. ادوق بقى. اقطعه؟ لو سمحت. ممكن ابلعها من غير ما امضغها. حلو جدا. طيب انا حطيت الملح وهحط شويه فلفل، وهنحط كمان معاه روزماري. هحط شويه فلفل كده اسود. وهقلبها لغايه الشيف محسن ما يقطع لنا التفاح. سوري الروزماري. الروزماري على تفاح. لا اصل خلي بالك، بص الطبق ايه؟ يعني في صوص تفاح. وفي خل التفاح. التفاح قال كتير. معلش انا صراحه صراحه بالحقيقه نرمين، معلش انا عارف ان انت بتحبي دايما تخفي بعض الحقائق عن حياتك الشخصيه. بس نرمين قررت ان هي تبطل شرب قهوه. ومن ساعتها فقدت موهبه الكلام. من الصبح من الساعه 10 للساعه 12 ما بتعرفش تتكلم. انا بقى نصيحتي ليها ارجعي القهوه. ارجعي. هنحط الروز ماري معاها. وكمان الاضافه اللي انا عاملاها في الطبق ده ان انا هحط الليمون مخلي. لا جبت ليمونتين اللي هو المعصفر ده بتاعنا، وقطعته حتت صغيره هنضيفه برده. اوكي. احلى طعم الليمون المعصفر. هيدي طعم حلو قوي. بالظبط يدي طعم جميل. وهنحط بقى ايه رشه الفلفل الفليكس ده. أيوة. اللي هو الحامي اللي هو كريم بيحبه. وابانوب مش هنحط له كتير بقى عشان ابانوب يدوق. تمام. ده كده الطبق بتاعي. انا قاعد عشان ابانوب. عشان انا خلفت الابانوب. انا بعمل شغل عشان ابانوب. انا بس هديله شويه ميه بسيطه. انت موطيه النار نرمين عليه مش كده؟ عشان انا هغطيه. هو مفيش، هو ثواني وهتلاقيه عليه سن شد. خلاص انتهينا يعني. نعلي عليه شويه. هي واطيه. ممكن نعلي عليه. طيب ممكن نغطيه. قوي قوي. تمام كده. بس ايه يعني بعد ما تغطيه خلي بالك توطي عليه علشان ما يفرش وي... لا لا مش هيفور. لا مش هيفور اصل ما فيهوش. لا مش هتلسع. ما يفرش. لا مش اي حاجه هتحصل. احنا بس هنقطع بقى ايه شويه شرايح تفاح. ايوه عشان في الاخر بقى ديكور الطبق. ايوه بتقول ايه من ورانا؟ بقول له خلي بالك بص كده هتنزل الميه. هينزل. ما فيش اصل ميته مش كتير. ماشي. الميه تكذب الجمبري الزبيط. ماشي ماشي يا شيف محسن. سيبيه على ضمانتي. انا عارف ابانوب لما هترجع تاني المدرسه هتحكي بقى اصحابك عن الصباحه بقى وتقول لهم انا عملت وعملت وعملت. عارف بقى مستنيين التردد الجديد. مستنيين التردد. لا وقول لهم بقى انا عملت كذا. هيقول لك اطلع اعمل لنا الطبق دوت. انا مش هقول بقى. لا ما انت اتفضحت خلاص. وقال لصاحبك لما يسالوك مين اكتر حد بتحبه برنامج الصباحه ما تقولهمش كريم علشان علشان بيزعلوا. طبعا والله انا عارف ان احنا يعني ما تقولهمش كريم عشان بقيت اقول مثلا الاول شوف نرمين، وبعد كده شوف محسن، وبعد كده اقول العبد الله المتواضع كريم. تصدق فار؟ لا قطه. فار ولا قطه؟ فار ولا قطه؟ لا هو بس المهم ان التفاح هيكون طرى. يعني الهدف من التغطيه دي
ان هو التفاح يبقى طري وفي نفس الوقت الكالماري يكون ايه استوى وحاجه بسيطه. خلاص يا سلام ده ايه شوفي بال فين الطبق بتاعنا اهي ادي الطبق بتاعنا وده خلاص ده في الاخر خالص الرشه الاخيره. عارفه ابنوب بس اقول له بس نصيحه، ابنوب عنده 16 سنه زي ما انتم عارفين، بس ابنوب لما تيجي بقى تتجوز وتختار واحده لما تيجي بقى ايه ما بقى تفرد عضلاتك عليها بقى. مساء الخير يا حبيبتي، النظام صبح صبح تطبخي ايه النهارده؟ لو قالت لك والله انا بحط بجيب الزيت احطه من غير ما اسخنه او حاطه فيه اللحمه، هتقوم قلعت الدبله ورميها في الشقه؟ طبعا طبعا وانا هقعد اطبخ ازاي؟ لا يعني انت مثلا لما تيجي تتجوز او تفكر ان شاء الله تفضل ان الست بتعرف تطبخ ولا انت بقى هي ما تعرفش وانا اعلمها؟ هو يبقى فضلي عليها؟ لا يا سلام ايه الحنيه؟ لا بس انا هقول لك نصيحه. انت لما تتجوز اللي يتقدم لك حطه وكله عشان يا ابني تعيش في امان. ايوه اللي ممكن تحط لك اكل مسموم، خلي بالك وانت ما تعرفش. مفيش داعي العنتريه دي مش هتمشي. يا ابني بص خلي بالك الستات ممكن يبقوا خطرين. خطرين يا ابني بقول لك عشان انت فاهم. فاكر فيلم يا مهلبيه يا؟ لما قال له حطيت له المسدس في البليله؟ مسدس في البليله. ايه ده احنا شامم جوزة هند. شامم جوزة هند. جوزة هند؟ جاي في مناخيري من جوزة هند. ده خير على ايه الحلاوه دي؟ لا دي حلاوه دي. ده انا قصدي كده ان حلاوه يعني. طب اتفضل بقى نغرف الطبق. يلا بينا. شفت بقى سريع ازاي؟ بصي مثلا يلا هات هات دي الاول. دي احسن. عايزين بقى واحنا بنغرف كده يا شيف نوري الكاميرا كده. ايوه كده يعني؟ ايوه. مش احلى من كده يعني؟ خفيف. بيت وخرشوف وليمون معصفر وبصل اخضر وتفاح. وتفاح ده انا معطي لك التفاح في ثلاث صور في الطبق ده، خل وصوص ومكعبات. لا وترانش كله. برافو لمين؟ كالعاده طبعا. لا يعني خفيف. برافو شاطر فعلا. حتى ريحته جميله. وانا اللي هدوء ولا هو ده ريحه التفاح؟ ها ريحه التفاح. ما انا جوز نفسك في جوز الهند يمكن. ممكن. لا والصوص نفسه بتاع التفاح، عارف ليه انت حاسس بجوز هند؟ عشان هو معمول فيه قرفه. ممكن. رشه قرفه وفانيليا. ده اللي عطيك الاحساس ده. بقى اللي ينفع التفاح المحشي ابو لحمه. انت بتقول لي الوصفه بتاعتك. الناس كانت بتسال، فهو التفاح الاخضر قوي ده. عشان ما فيهوش سكر عالي. تمام. هنجيب تيجي معانا تاني وتعمل لنا التفاح المحشي ده. ان شاء الله. ان شاء الله. طب نحط بقى الطبق قدام الشيف. يلا بينا هندي الابانوب. شوفي بس الابانوب دي ايه. اديك شوكه. تعالوا اتفضل. الله الله الله. ده الطبق الرابع في صباحتنا اللي هنطبخ ايه النهارده. منتظرين الشيف ابانوب يدوق بعد الديكور الفظيع اللي هيعمله الشيف محسن. نتمنى ان هو يعجبكم. لا طيب ممكن رشه كزبره؟ اكيد. واو هي دي كزبره ولا كزبره خضراء؟ مش بقدونس. لا 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 انا بحب الكزبره قويه عشان بتدي تيست كمان. الله 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 الله. اوكي ايه رايك فنانة؟ تسلم ايدك يا شيف. طب انا ممكن يعني انا عارف انه دي بقى بتاعتي. اتفضل. انت على فكره انت كنت جاي قطه مغمضه اول الحلقه. ايوه بس ماشي. انا اشوفها يا سيدي. انا اشوفها يا عمي. تاخد يا سيدي. مش طالعه منك بقبول، طالعه من تحت درسك. عارف لو قلت غير جميل. عارف. لا ايه رايك فيه؟ طعم الليمون واضح؟ مش هتشط. بس اللي حطيت انا شطه كتير شويه يعني. اصل انا ايدي غير ايدك. انا اقول لك ليه؟ لما باجي امسك انا غير لما ايدك صغنونه. انا صوابعي كبيره. ممكن ادوق برضو اخر واحد شوكه هتروح لكريم. ايه رايك؟ الليمون المعصفر عامل شغل جامد. طبعا خرشوف. حتى خرشوف يعني. بص يعني ممكن تطلعي تختمي الحلقه علشان تساعدنا في التواصل ومبسوطين بيكم وبتوحشونا. بس بجد الطبق يعني عالمي يعني. تسلمي ايدك. صباحتنا ميرسي يا جماعه. مش صباحتنا ليه؟ هنطبخ ايه النهارده اللي نورنا فيها ابانوب وتعرفنا على اصغر شيف
بمواهب عاليه جدا، نورتنا في الصباحه. وما تنسوش ان هو كان من فانز او متابعي برنامج الصباحه ونورنا، وكانت مفاجاه حلوه لينا مع ابا نوب. نشكر ابا نوب، اتمنى نشوفك مره واثنين وثلاثه ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي يا كريم، ميرسي يا شيف محسن. نشوفكم بكره واصطباحه جديده بطعم جديد. باي باي. باي باي. ها لا باي باي. لا باي باي صحيح. لا باي باي.